مرحبا بكم بلكتشر 2 من الانفورميشن ثيوري. بهاي المحاضرة احنا راح نكمل الحكي اللي بديناه بالمحاضرة الأولى عن الانفورميشن ميجرز، أو يعني شلون نقدر نقيس الانفورميشن كفاليو. وراح نحكي اليوم مع الانتروبي، وبعدين ناخذ جويت كونديشن انتروبي. المحاضرة اللي راحت قلنا عرفنا الانفورميشن، قلنا هي النمبر اوف بيتس needed to resolve state of uncertainty، بمعنى انه عدد البتات اللي احتاجها على مود اوصل الى مستوى يقين بعد ان كان عندي شك او عدم يقين. فاخذنا المثال، قلنا اذا كان عندي set ب4 color واخذناها كراندم ايفنت، يعني ما اعرف شنو هو الكلام. فبما انه كان عندي 4 اوبشنات فاحتاجينا 2 بيت، واخذنا العلاقة انه ال n هي log 2m، فلوك 2-4 فاحتاجين 2 bits على مود نوصل للسيرتنتي. فبالحقيقة احنا تذكرون اخذنا كباينري كويشن، فبدينا انه هل هو ريد بلو، فاذا يس نروح هنا، فاذا يس ثاني هي ريد، واذا نو بلو وهكذا. فبالحقيقة انه احنا احتاجين 2 bits، بمعنى انه 0-0-1-1-0-1-1 على مود نميز بين 4 احتمالات او 4 اوبشنات. فبالحقيقة احنا من سألنا السؤال الأول is it red or blue، بمعنى انه احنا سألنا هل انه اول بت هو zero، وبعدين من سألنا is it red هل انه ثاني بت هو zero. فإذا كان yes yes بمعنى zero zero بمعنى انه هو red. فا overall يعني اللي اخذناه كinformation كمحصلة من هاي انه يعني اذا عندي m possibles outcome احتاج log 2m على مود اوصل للسيرتنتي، يعني مود يكون عندي يعني الانفورميشن اللي تعطيني اياها 4 احتمالات هي 2 bits. وكتبنا هاي بريمارك بالمحاضره اللي راحت، فقلنا على مود يكون عندك m bits of information you have to choose between m to the 2n، يعني اذا نقول 2 to the power of 2 فانا عندي 4 possible، مثل شفنا ال 0-1-1-0-1-1. لكن هنا اكو assumption، يعني اكو فرضية hidden اللي هي انه هذول الاحتمالات انا كلهم فارضهم equally probable. equally probable بمعنى انه هذا set مو بي colors، فهاي الكلرز كلهم لهم نفس الاحتمالية، يعني مو مثلا احتمالية الاحمر هي اعلى من احتمالية الاصفر، او الازرق احتمالية اقل من الاخضر وهكذا. لا، انه انا حقيقة فارض لهم انه كلهم مش قد 0.25 0.25 0.25. فبالتالي اذا نحكي عليه كراندم فاريبل مثل ما شرحنا، انه اقدر امثله كيونيفورم راندم فاريبل. اليونيفورم راندم فاريبل مثل ما شفنا انه هو انه كل الاوتكم مالته لهم نفس الاحتمالية. يعني اذا نقول مثلا كوين توس او كوين فليب، مثل ما قلنا بالزيرو والوان هي الاحتماليه دائما 0.5. وكذلك اذا نحكي على مثلا ثروينج دايس، فراح يكون عندي كلهم احتماليتهم 1/6. فبالتالي اليونيفورم ديستريبيوشن جيفن باي ذس وان، احنا قلنا الراندوم فاريبل مثل ما شرحنا بالمحاضره انه احنا بالنهايه الى probability distribution او سميناها البي ام اف، اللي هي هاي px of x، واللي هي 1 على m لليونيفورم random variable. بس اليونيفورم يشتغل بهاي الكيس لانه انا عندي كل السيت، يعني كل ال elements بالست لهم نفس ال probability، فبالتالي اقدر امثل هذا السيت random variable، والrandom variable ياخذ uniform distribution. هسه ليش 1 على m؟ لانه احنا يعني اكو فد علاقة بين number of element وبين، يعني اذا احكي مثلا بالزار راح يكون عندي 6 outcome، يعني من 0 الى 5 وكلهم احتماليتهم 1/6. قلنا بالتيل هيد بما انه انا عندي 2 في الاحتماليه نصف، فهي الاحتماليه دائما 1 على number of outcomes او number of possible options. فيعني بالهيد تيل الاحتماليه 1/2، بالزار اللي هي 1 2 3 4 5 6 هي الاحتمالية 1/6، يعني هالشكل من 0 إلى 5 وكلهم، فهي always 1/m. الm تذكرون قلنا ال possible outcomes. فهسه إذا نرجع للتعريف والinformation اللي عرفناه بالمحاضرة اللي راحت، إحنا قلنا log 2 4 هو
هو log 2 m in general. هسا الـ m نعرفها للـ uniform variable لأنه الـ m لها علاقة بالـ probability. تمام؟ فأقدر من هاي العلاقة أطلع أنه الـ m تساوي لي 1 على الـ px of x، يعني 1 على الـ distribution من الـ random variable. إذا أرجع أعوضها بالتعريف اللي ذكرون بالمحاضرة اللي راحت، قلنا الـ information هي log 2 m، فأشيل الـ m أحط اللي يعني الفاليو مالتها اللي طلعناها لليونيفورم فاريبل، فراح يكون عندي هسه تعريف جديد للانفورميشن، جديد بمعنى انه احنا ما كنا معروفين بذيك المحاضر. فاقدر مو كما اقول log 2 m هي log 2 1 over px where ال px هو الديستريبيوشن. فهسه صار عندي تعريف للانفورميشن، لكن هذا التعريف الحلو به انه هو related للprobability distribution، وهذا هو الشيء مهم لان احنا نعرف انه الانفورميشن هي جايتنا من randomness، والrandomness هي modeled كprobability distribution اللي حكينا عليه. فاذا الى الان وصلنا الى انه الانفورميشن حاليا نقدر اعرفها log 2 1 over px. اوكي، هسه احنا قلنا الاسامبشن هنا احنا ليش استخدمنا هسه uniform variable، لانه في حاله انه انا كل الاوتكم كل الاحتمالات اللي عندي احتماليتها ثابتة، يعني بالهيد تيل كلهم نصف، بالزار كلهم 1 over 6، فأقدر أستخدم uniform variable. لكن هسه عندنا سؤال، شو أسوي؟ شلون أقيس الانفورميشن إذا كانت الاحتمالات مختلفة؟ وهذا طبعا سؤال مشروع، لأنه إحنا مو دائما أنه أنا أحكي على الـ variable يكون uniform بمعنى أنه كلهم نفس الـ probability. يعني مثلا إذا أجي مثل درجة الحرارة كـ random variable، أكيد أنا مو درجة الحرارة بالشتاء نفس الصيف أو بالنهار نفس الليل، فبالتالي الـ random variable راح يكون أكو probability بي عالية مثلا بالأوقات البرد أو الحار، واحتمالية وأكو احتمالات أخرى أقل. فالسؤال الآن شلون أقدر أحصل تعريف للـ information يعني أو معادلة مثل ما سوينا بس عندما تكون الـ probability مختلفة؟ فالجواب هنا أنه إحنا نأخذ الـ average، بما أنه أنت probability الآن ده نفرض أنه هي الفرضية اللي هي يعني أكثر حقيقة، أنه هي الاحتمالات مو متساوية، فعلى مود أحسب الانفورميشن هنا لازم أخذ الأفرج. طبعا الأفرج رياضيا نعرف إذا أريد أخذ أفرج من الأرقام أجمعهم وأقسم على عددهم، بالprobability ما عندنا هذا الشيء، إحنا يعني مو ما عندنا، وعندنا شيء قريب إليه لكن مو بهالطريقة. عندنا شيء نسميه الاكسبكتيشن، يعني اذا عندي random variable px of x فاخذ شيء اسمه الاكسبكتيشن with respect to x، تطلع لي الافريج فاليو، يطلع لي الافريج فاليو لهذا الراندوم فاريبل اوف random variable x. طبعا احنا ما راح افوتكم الاكسبكتيشن شلون اعرفه وشو خصائصه لان احنا ما محتاجين، لكن بالنهايه انه الاكسبكتيشن هي نفهمها مثل ما نفهم الافرج بالماثماتكس العام. فبالنهايه انا شو احتاج اعمل احسب الافرج؟ لا، احتاج اول انه اخذ المجموع وبعدين اقسم. فاحنا على مود اخذ الافرج هسه احنا وصلنا مثل ما وصلنا الى انه مقياسنا للانفورميشن هو قلنا log 2 1 over px. هسه قلنا اذا البروبابيلتيز مختلفه احتمالات مختلفه لازم اخذ الافرج مال الانفورميشن، خلي اسميها information وياها خط، يعني لازم اخذ الافرج. فقلنا الافرج بالبروبابيلتي تختلف شوي عن الافرج بالماثماتكس، فبالتالي على مود اول شيء لازم اخذ السم، طبعا السم لكل x يعني over random variable x لهاي الكوانتيتي اللي هي نفسها راح تجيبها log 2 1 over px لان عم تاخذ الافرج. وهنا مكان ما نجي يعني مكان ما يعني بالأفرج عادي قلنا مثلا عندي أرقام أجمعهم وأقسم، هنا نضرب مرة أخرى بالبروبابيلتي، فبهالطريقة ناخذ الأفرج فاليو بالبروبابيلتي، إنه إحنا نجمع أوفر راندوم فاريبل وبعدين نرجع نضرب بالبروبابيلتي اللي هو قلنا هاي الإكسبكتيشن اللي هسه إحنا ما راح ناخذ تفاصيله. بس بالنهاية إنه أنا ذا الصم يعني الصميشن اللي ضفته مع الضرب هذا، أنا الغرض كله إنه هاي الكواليتي اللي إحنا عرفناها كإنفورميشن ده أخذ الأفرج مالته. الأفرج ليش؟ لأنه إحنا فرضنا إنه هسه ال px of x مو يونيفورم، إذا صار مو يونيفورم شلون أحسب الإنفورميشن؟ هسه طلعت لي هاي المعادلة الجديدة، هاي المعادلة إذا أرجع أكتبها بصورة يعني أرتبها هتطلع هالشكل،
هي summation px log 2 من px. طبعا تعرفون اذا log a على p اقدر اكتبه log a minus log b, هاي من يعني من البيسك ماثماتكس. يعني قصدي اذا ارفع ال px فوق راح يصير عندي minus. فهاي المعادلة هي اللي احنا نسميها الانتروبي. الانتروبي هي شنو؟ يعني بغض النظر عن الاسم منين جاي وما شنو هو جاي من الفيزيكس, بس احنا ما بدنا نحكي هذا الشيء. الانتروبي هي مثل ما احنا بدينا من اللوج 2n لوج 2 1 اوفر بي اكس الى هسه اخذنا الافرج فصار عندي الصم واللوج 2 بي اكس ضربتها ب بي اكس على مود اخذ الافرج مالت. هاي الكوانتيتي اللي اسمها انتروبي هي تقيس للافرج amount of information للراندوم فيريبل اكس. هذه يعني هاي القيمه هي يعني هي تقريبا اول موضوع عندنا بهذا الكورس اللي هو الانتروبي. فاذا الانتروبي مثل ما فهمنا او مثل ما استرسلنا بالحديث عنها, بدينا من شيء كلش بسيط الى ان وصلنا لهذا التعريف. هاي هي الانتروبي اللي تقيس لي انه انا عندي راندوم فيريبل ايش قد الانفورميشن اللي يقدر يعطيني اياها هذا الراندوم فيريبل, او ايش قد الانفورميشن اللي يحتاجها على مود امثل هذا الانفورميشن سورس. فإذا هاي المعادلة هي summation px log 2 px. هسه خلنا ناخذ some example احنا شلون نقدر يعني نطبقها القبل. فمثلا احنا قلنا عندنا هسه random variable h of x distributed with following pmf, قلنا ال probability mass function, او هي قلنا simply just the distribution, يعني شلون توزيع هذا random variable. فهذا random variable معطى بهذا التيبل. فاجي يعني شو اسوي هسه؟ اريد احسب ال h of x, يعني احسب ال الانتروبي لهذا الراندوم فاريبل, يعني الافرج اماونت اوف انفورميشن ايش قد بي معلومات ممكن هذا الراندوم فاريبل يعطيني اياها. فنطبق القانون summation over x p of x log 2 p x of x طبعا ماينس. فهنا راح نجي نقول انا عندي هال px2 value يعني 1 over 6, فاخذ اول value راح يكون عندي px log 2. طبعا بس هنا انتبه اذا انا كتبت 1 over px فماكو minus, الماينس فقط اذا رسلته يعني ك px. قلنا جايتني من انه log a على p log a minus log. فبالنهاية خلي نطبق هذا اسهل عمود من دوخ بالماينس. فراح اجي فقط اطبق القانون, يعني القانون اللي راح استخدمه هسه على مود يصير ارباك هو الاتي, هو انه ال h of x summation over x px of x log 2 1 over px. هذا مجرد تطبيق. فهسه انا اول value بال px كنا هاي realization مال random variable, يعني هاي الفاليو ياخذها واللي كل value اكو probability معينة. فراح اجي 1 over 6 log 2 1 على 1 over 6 راح يصير log 2 6 تمام plus 1 over 3 log 2 1 على 1 على 3 هو 3. وإذا أشوف أن القيم معادلة فما كنت أكتب من جديد, فقط أنه هاي الفاليو أضربها في 2, يعني هاي في 2 وهاي همية في 2 وبعدين بس انه اطلع الناتج. طبعا الناتج اذا ما تريدون تدخلون باللوجز ممكن بالحاسبه وتطون, طبعا راح يطلع لكم فراكشنز, يعني راح يطلع لكم انه 5.72 بس اتس اوكي okay يعني. بس انا هسه للتوضيح ما راح استخدم, ما راح اطلع ناتج نهائي, بس راح يعني اصفط اللوج. يعني فانا ايش راح اقول؟ راح اقول انه هنا أنا 2.6 راح يصير 1 على 3 log 2.6 plus 1 على 3 log 2.3. هسه بعدين شلون نرتبهم؟ نعرف احنا هاي 1 على 3 log 2.6 6 ممكن اكتبها 2 في 3 plus 1 over 3 log 2.3. هسه ايضا عندنا identity باللوج اللي هي يعني log a b, أقدر أكتب log a plus log b.
راح أجي أعوض هنا، فأصير 1/3 log 2 2 plus 1/3 log 2 3 plus 1/3 log 2 3. هسه ايش عندي؟ اوكي فهنا انا عندي two plus log three. طبعا سوري هنا 2/3 لأن 2 في 1/3 في 2، فاللي دا أشوفه إنه عندي 2 log 3، فهنا 1/3 log 2 لل 2 بلس 1/3، وطبعا هنا قلنا 2/3، راح يصير عندي 3/3 log 3 يعني log 3، و log 2 هو 1، فبالنهاية راح يصير عندي الثلث يعني 1/3 بلس log 2 3. فهذا الناتج مو قلنا مو شرط انه نوصل للتفاصيل بس، فهذا كإكزامبل شلون حسبنا الانتروبي. فهسه حسبنا الانتروبي يعني حسبنا طبعا بالبيتس تقاس هنا، يعني حسبنا الانتروبي لهذا الراندوم فاريبل، وباقي الامثله كذلك. هذا مثلا كلش سهل لانه ما عندي فاليو هنا، اذا اطبق القانون فقط 1 و0.